السلام عليكم الخوت، تحية رجوية كاع جماهير مغربية. اليوم الخوت راه عندنا مباراة مصيرية ما بين الغارين الجزائر، وكنتمنوا من اللاعبين يكونوا رجالة، وكنطلبوا من السي عموشة يكمل النتائج ديالو، وكنطلبوا منه يدخل لنا الرحيمي مباراة كاملة، يدخل رحيمي من الأول، حيت رحيمي لاعب مشاكيك مبرزيط يخربق الديفونس، ولا ما جابلك بيه تجيبلك بيلانتي، لا ما جابلك بيلانتي يدبر لهم على الصفرات والحمرات. كنتمنوا من السي عموته يدخل لنا الرحيمي، والحفيظي يكون في نهارو، جبران تا هو يكون في نهارو، والناهيري زنيتي بلا ما ندويو عليه راه احسن حارس افريقيا، راه ما كاينش خو كاع في هاداك كاس العرب كامل، راه كيعبرك كيتشمش. زنيتي عمرو ليه شي براد ديال اتاي، خليو راه مريح سبوط ومكتفلوش كورة، حيت كاين لورا كاين السلطان بدر بانون، و سي بدر راه لاعب راه عندو كاريزما. الدليل على ذلك راه سولو عليه المصريين هادشي راه كيقولك من الربعينات والخمسينات ما داز عندنا بحال هاد اللعاب، هو راه مكانش عندهم بحال هداك اللعاب، بحال هديك العقلية مغربية وداك الطوبور اللي تيكون بحال هكاك. هداك راه مدرب وستيران، مدرب عندك في الديفون السي عموته. بغيناك اليوم تضرب لينا الجزائر، النتيجات اللي ضربتي دابا ضربتي 9 تبيوتا، مكرهناش اليوم تضرب عليهم 9 تبيوتا هما نيت، ايوا حنا الله يسخر الله يعاون الله يسهل عليكم، وكنطلبوا من الله من رسول الله يكون معنا في هذه المباراه المصيريه ديال ضد الجزائر، وندوزو نشوفو عاوتاني شي فريق اخر عاوتاني، الله يسهل الله يجيب التيسير. راهو المغاربه راه نفسهم هنايا راه مكيتصرفو مكيتنضغو، غادي الله يسهل على الجميع. واحد الكلام الخوت غادي نوجهو لسي وحيد والجامعه الملكيه، قلنا راه المنتخب ديال عموته راه يضرب هذاك المنتخب ديال واحد، وحيدا حكيمي هو اللي كاين تما هذاك المنتخب ديال واحد، كاين حكيمي هو اللي لعب تيلعب تيتيلير فرقه كبيره، ماشي لاخر فرق عيانين دوزيام سيري تروازيام سيري، هما كيلعبوش رسميين ماشي تيتيلير، كيلعبو قسمين ربع ساعه في الشهر، ماشي حتى في السيمانه ولا في الماتش الاغلبيه ديالهم. وهاد المنتخب ديال عموته بغينا يكون شي مباراه ما بين المنتخب ديال عموته والمنتخب ديال واحد، حيت هاد المنتخب ديال عموته كيلعب في الحراره، المنتخب ديال واحد كيلعب في الرطوبه، وافريقيا راه ما فيهاش الرطوبه، كاس افريقيا في الكاميرون، خصنا بحال هادوك الدراري كنفارق ندوزين عصبه الابطال وندوزين كاس افريقيا ندي الالقاب مع فرقهم كلهم، هاد اللعابه اللي عند سي عموته لاعبين الشان، لاعبين كاس افريقيا، لاعبين عصبه الابطال، لاعبين كاس الاتحاد الافريقي كلهم. وكنتمنوا من الله يوفقهم والله يسهل عليهم. وشي لعاب راه كاينين دابا هنايا في منتخب محلي، راه خص شي واحد والجامعه تدوي مع شي واحد ياخذ منهم حافظي، منهم جبران، منهم حسوني، منهم ناهيري، بدر بانون، زنيتي، هاد الدراري هادو رحيمي، هادو راه ما عندكش شي واحد خوتهم في هذاك المنتخب الاول، هاد المنتخب الثاني احسن من المنتخب الاول، ولا كذبتوني ديروا شي مباراه حديه ما بين المنتخب الاول والمنتخب الثاني. وتحيه للمغاربه، الله يسهل علينا اليوم بشي انتصار عريض، والله يعاوننا ويعاون خود. دابا غندويو على المكتب المسير ديال الرجاء الانتدابات، الله يرحم لكم الوالدين، بدو شويه الفلوس راه دخلتو الفلوس، جيبوا هذاك حمد الله راه طلب لكم 400 مليون جيبوه، راه يستاهل الدري يستاهل حتى مليار كاع، غادي بيه صفات ابطال دي بيه القاب، هذاك الدري راه مالونغو في البياب، هذاك جيب لينا حمد الله. كاين واحد البرازيلي تا هو سميتو انطونيو، هذاك البرازيلي تا هو لعاب مزيان، اما داك كاديما كابانغو هذاك السيد راه 6 سنين 5 سنين يلا ماركي 6 تبيوتا بلا ما تجيبوه لينا، لو تقولوا لنا في الاول حمد الله، تقولوا لنا حمودان، تقولوا لنا بريزيلي، في الاخر تجيبوا لنا كابانغا وتجيبوا لنا
اولينغا مازال داك اولينغا شويه ما كابانغا راه 6 سنين وكي 5 سنين وكيلعب ماركي 6 بيوتا خوت ما عندنا ما نديرو بهذوك اللعابه حنايا راه بحال كويا طيب وبحال هادو سيلا وهذا ساميين راه بحالهم هادو تاع الخرده راه ما خدامينش لينا الله يستر عليك اذا ما تبقاو تغلطوا في الجمهور تبقاو تكذبوا علينا بغي غنجيبو حمودان غادي نجيبو البهجه غادي نجيبو الحمد لله في الاخر تجيبوا لينا خويا طير عندنا عصبه الابطال غادي نوض الجمهور غادي يدير لكم موقف احتجاجي وغادي تحيدوا هاد الانتخابات هادي هاد الانتدابات الا ما جبتوش لعابه مزيانين لا تتوحلوا مع الجمهور بالله راه عينا بهداك الشيء ديال الديشي راه مدخلين 23 مليار و 30 مليون اخويا عقل كتسناو في اللعابه اللي ما عندهمش عقد اللي ما جايب الاوراق فابور فلوس فينايا اخسروا الفلوس شويه صاحبي جبدوا الفلوس انا لاعبين دابا مع الاهلي باش غنلعبوا غنلعبوا بولادها يا راه كاع الالقاب اللي مديها الراجا مديها بولادها ولكن جيبوا لنا لعابه عزوا الصفوف ديال الفرقه الفرقه راه ناقصه راه بعتي لعابه وما شريتي والو جيبوا لنا لعابه الله يستر عليكم جيبوا لنا لعابه باش ننافسوا فرقي صحاح كاينين فرقي صحاح وكنهضر على داك المصري داك ماهر جينينا ولا شكون يقولوا لي واحد الصحفي مصري كيستهزا بالمغاربه ديما وكيستهزا بالراجا وكيستهزا باللعابه ديال الراجا اسمع السي ماهر جينينا نقول لك انت اللي كتقول لنا حنا الاهلي رتي حد جده راه مقيومه ب 300 مليار وجات هنا راه ضربناها حنا على الدراري ديال الراجا على ولادها راه الترجي راه كطير ضربت لهذيك الاهلي ديالك نتايا ضربتها ب 3-0 ودات عصبه الابطال وضربناها في السوبر كوب عاد ما عندنا والو على الدراري الصغار على ولادها ماشي سي جنينة ولا جنينة ولا سميتك اش داكم شي كورة نتوما عندكم مع التمثيل والغناء والرقص داك شي كورة تستهزا بالمغاربة وتستهزا بالراجا ديما كطيح القيمة ديال الفرق ديال 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 المغرب وطيح المنتخب وطيح به سير الله عاونا وعاونك الآلة راه ضربات الراجا بوتريكة ديالها بتاتا لواحد في القاهرة هي ما تابو شروان قلب التاريخ ديال الراجا الراجا ما كتشرط ما كتندخ ما كيكونوش عندها لعابه ولكن كتربح بولادها غتدخل لك عا فرح وعميله وتدخل لك عا الدراري الصغار وغادي يشدوا الاهلي غادي ياكلوها وبانون ديالها انا بغيت بانون ما يلعبش ما تنسي بادر داك التراجاوي ومغربي حر وعندك غيره على بلادك ما تلعبش مع الاهلي حيت بانون هو اللي عندهم الا حيت بانون راه داك النهار حيت بانون الجماشات خسروهم راه بانون هو كلشي كتستهزا انت بالراجا انت عندك لعاب ما عمرو داز عندكم في مصر قلتوها بفمكم عمر شي لعاب داز عندكم خبام بقاو تستهزاو بينا حنايا راه كبار عليكم كتاجلوا في الماتش ديال الاهلي وكديروا فيه ديك النهار اجلتوه دابا حطيتوه قلتو زعما الراجا راه ما عندها لعابه نلعبوا معاها راه هذيك الكافره خصها تحيد من مصر ودك عشرات العصبات اللي ديتو نتوما هي دوك عشرات العصبات راه بالكاف كاين المقر ديالها في مصر القوالب والخشونة صافي راه هادشي باش ديتو دوك عصبات الابطال غيتحيد المقر ديال الكاف من مصر وجي دي عصبات الابطال دابا كتقادو كتقادو في شغلكم على راسكم ولكن هاد الادارة عندنا ادارة ديال الميكا الجامعة تاهي في الكاف هاد الاعضاء اللي في الجامعة كاينين في الكاف اش كديرو في الكاف ونوضو هضرو على الرجاء ونوضو حلو لينا انتقالات الشتوية جامعة حل انتقالات الشتوية للفراق باش يستافدو سيرتو الراجا عند السوبر كوب دابا باش غتلعبو كوياطي تعاونو معانا الجامعة تعاون مع الراجا شوية حل الخيرات حل الانتدابات خلينا الانتدابات خلينا ندخلو لعابة وبلا ما تحلنا الانتدابات راه عاب ولادها هي راه كدي القاب ولادها والرحيم الله وراه الرجاء في الله يعاون الله اياه نطلبوا من الله الخوت الله يوفقنا في هذه المباراة ديال المنتخب الله يسهل عليهم يا عمو ترى الحل الوحيد عندك مع الجزائر هو الرحيم دخل رحيمي وزيد عليه بن شرقي ولا المهم شغلك هذا المهم رحيمي راه هو ديال هذا الماتش راه لعاب في الفورما عنده فرديات لعاب سريع والله يسخر لكم الله يعاونكم الله يسهل على المنتخب
في نتيجة مرضية. وعاش الملك، عاش الملك، الله يعاونك.